ولنقاش ملف استمرار تفشي فيروس كورونا في العراق وعودة الإغلاق بعد تزايد الإصابات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. بعد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العراق، برأيكم من يتحمل مسؤولية هذا التزايد الكبير في الإصابات والوفيات؟ حقيقة وباء كورونا أو ما يسمى الموجة الثانية لهذا الوباء قد دخلت إلى العراق، ولكن الحكومة والسلطات الصحية فيها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الموجة كما لم تواجه الموجة الأولى، ولكن تستخدم هذه الموجات لحالات سياسية لتكميم الأفواه من أجل غلق الأسواق، من أجل الوقوف بوجه الناس الثائرين المطالبين بحقوقهم. لذلك هم يعملون على تضخيم هذه الموجات وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة كما تتخذها دول العالم لمواجهة هذا الوباء، وإنما يتخذون الإجراءات القديمة التي قد عفى عليها الزمن، وهي بمجرد الإغلاق والتضييق على الناس وعدم الذهاب إلى أعمالهم أو عدم المطالبة بحقوقهم. لذلك تتخذ هذا الوباء يتخذ حجة لدى هذه الحكومة الفاسدة من أجل التضييق على الناس وعلى أرزاقهم. كيف يمكن تقييم تعامل الجهات الحكومية مع انتشار فيروس كورونا في عدد من المدارس خاصة في ديالى والبصرة؟ حقيقة عندما عبر العراق الموجة الأولى كان كل ذلك بلطف الله وبالوعي الصحي للمواطنين، أما الحكومة فهي ضمن هذه المؤسسات المتهالكة والقديمة فلم تتخذ أي إجراءات. والمثال على ذلك إن دول العالم كلها قد بدأت منذ أشهر بحملة التلقيح، إلى أن العراق إلى حد هذه الساعة لم يقم بأي إجراءات وقائية للحد من هذا الوباء. لذلك هذه المؤسسات الصحية والسلطات الصحية والحكومة بشكل واضح تتحمل المسؤولية المطلقة عن انتشار هذا الوباء وعن الوفيات التي تجري دون اتخاذ أي إجراءات حازمة لمنعه أو لمكافحته بالأساليب العلمية التي تتخذها الدول الأخرى. التلويح بقرار الحظر والإغلاق الكامل إلى أي مدى يتحمل الوضع الاقتصادي والمعيشي للعراقيين إغلاقا آخر؟ الوضع الاقتصادي منهار في العراق، وخصوصا بعد التضييق على الناس وعدم إعطائهم الرواتب وتأخيرها وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي وجراء حملات الإغلاق السابقة. لذلك فإن الإغلاق هذا يضيق كثيرا على الناس ويعتبر من الإجراءات التعسفية بحقهم، ولكن يجب اتخاذ قوانين بالسماح لهم بارتداء أو ممارسة أعمالهم مع ارتداء حالات الوقاية واتخاذ الأدوية الصحيحة المتواجدة الآن في دول العالم والتي لم يصل منها شيء إلى العراق، وخصوصا التلقيحات. لذلك فإن الحكومة لم تقم بواجبها بالشكل الصحيح لمواجهة هذا الوباء، فذهبت باتجاه الإغلاق التام والتضييق على الناس في أعمالهم ومعيشتهم. في ذات السياق، الحكومة ألقت باللوم على المواطنين في تفشي الوباء وتزايد معدل الإصابات بسبب عدم التقيد بالإجراءات الوقائية، ما مدى صحة ذلك؟ الحكومة تريد أن تبرر فشلها، لذلك هي تلقي اللوم على المواطنين أو على الشعب في عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع هذا الوباء. الحكومة يجب أن تقوم بواجبها الأكبر
وهي أن تسعى مثلما سعت دول العالم الأخرى لمنع وقوع الإصابات الكبيرة في صفوف أبنائها، أن تعمل مثلما عملت تلك الحكومات، ولكنها قد عفت أو قد تراخت في مواجهة هذا الوباء. لذلك لا نرى أي جهد حكومي واضح تجاه مواجهة هذه الكورونا وتجاه مواجهة هذا الوباء، ولا تقديم أي نصح أو إرشاد سوى الحديث السياسي التي يستغل هذا الوباء به من أجل أن تستمر الحكومة في فسادها وسرقاتها، بل تتخذ من هذا الوباء وسيلة للإغلاق العام لمنع نزول الشباب الثائرين إلى ساحات التظاهر للمطالبة بحقوقهم. شكرا جزيلا لكم أمين سري مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل، كنت معنا عبر الهاتف.